أولاً تغيير المادة اللي حصل مانو كتير كبير، يعني أبي مانو أبوكي. تاني شي بعتقد إنه أنا ونورس ما في مشكلة نعيش على رواتبنا. شو يعني بتعتقدي؟ ليك ومنذر تجوز وقاعد ببيت العيلة، أنت فيكي؟ لك أبو منذر بده يبيع بيته هون ويشتري لأولاده بيوت بالضواحي. أيوة بلكي ما زبطت هالبيعة. وليش لحتى ما تزبط هالبيعة؟ أنت ليش هيك عم تسكريها؟ يا ستي افترضي إنها ما زبطت، نورس بيتخرج وبترفع بوظيفته، أنا ما عندي مانع إني أشتغل. أنت بتعرفي قديش أجار البيت هلأ؟ والله والله أنا داخل إيمنك. ها أنا اللي بعرفه إنه أزمة وبتمر. قصدك على العراقيين؟ هلأ من هون لنتجوز أنا ونورس بتكون انحلت الأزمة، والعراقيين بيرجعوا على بلدهم وهيك بتنزل أجارات البيوت. بعدين أنا أهلي شو بيشتغلوا؟ آه يعني مثل ما أمنوا صباح بيأمنوني إلي. ها بعد زمان والله. لك أهلين رغد. أهلين. شو يا بس أهلين رغد، ما في أهلين ريما؟ لك كيفك شو أخبارك؟ وين الغيبة؟ يعني هيك إذا تركتوا الحارة خلص ما عاد تبينوا؟ نحن بخير بس أنت ما عم تسأل. شو اللي متغير فيكي؟ الله وكيلك ماني عاملة شي، لا شفط لا نفخ ولا تجميل، هاي أنا مثل ما أنا. لا بس حليانة كتير. الله يجبر بخاطرك. وين شريكتكم التالتة؟ شكلها بطلت هاي الشراكة. شو ساوي لكم؟ قهوة ولا شاي؟ مثل ما بدك. ثواني وبرجع. وسع الدائرة. أهلين رغد، تفضلي.